يلا لكان خليني ودعك. حاسس حالي طاير من الفرحة. شو أول مرة بتروح على المدرسة؟ ليش مبسوط؟ أول مرة بروح على هاي المدرسة، يعني مدرسة جديدة ورفقات جداد وأساتذة جديدة. بكرة أسبوع زمان وبتتعود على الكل يا ابني. إذا بدنا نضل واقفين هون عم نحكي رح نتأخر من أول يوم. مو حلو أتأخر من أول يوم. يلا بخاطرك يا أمي. مع السلامة يا روحي. يلا بخاطرك. ركز بدروسك. استنى يا ابني، أنا جاي معك. يا بطل بدك تحفظ الطريق منيح مشان ترجع لحالك. حاضر بابا. هلأ بخلص اللي بإيدي وبعدك على صفك. أي فرع؟ هلأ أنت جاي من إزمير، لهيك ما بتعرف إنه عنا هون ما في غير فرع واحد. ألف خمسة. فرع واحد بس؟ إيه ما في غيره. خليني وصل مراد على صفه وبرجع لعندك. ماشي. يا ابني انتبه على دروسك. يا أستاذ صبي بأمانتك. الجبال والتلال والسهول وحتى الهضاب كلها منقول عنها تضاريس، منقدر نحدد أي شكل على سطح الأرض حسب ارتفاعه عن سطح البحر. تفضل. آسف على المقاطعة بس جايب معي طالب جديد. أهلا وسهلا. أهلا فيكي أنسة. مراد صار بأمانتك، يلا بالتوفيق. شكرا لك. يا أولاد رفيقكم الجديد حابب يدرس معكم بالصف، مراد جاي لهون من أزمير. مراد رح تتعود على تاوشانلي وعلى هاي المدرسة الجديدة، ورح يصير في عندك رفقات جداد هون كمان. بتمنى يا شباب إنكم تساعدوا رفيقكم. شو رأيك تعرفنا عن حالك؟ أنا اسمي مراد أرسوز، انتقلت لهون من أزمير، أبي شرطي ونقلوا دوامه لهون. أي تمام بكفي هالقد، فيك تروح تقعد بهداك المقعد. وفي كمان تلال بتكون عالية. انت شو اسمك؟ مراد. ومن وين جاية؟ سليم؟ شو انت ما كنت معنا بالصف؟ بلا كنت هون معلمتي. ما سمعت مراد لما كان عم يعرفنا عن حاله وجاوب على هاي الأسئلة؟ لا ما سمعته. مازال ما سمعت، فيك تسأله شو ما بدك لما تخلص الحصة. حاضر معلمتي. هلأ خلونا نكمل الدرس. حصتنا عن الجغرافيا يا مراد. هلأ أنا مرقت من هون ولا طريق بيشبهه؟ ليك تعال قلك، شو قلت لي اسمك؟ مراد. وانت شو اسمك؟ سليم. شو بك عم تتلفت يمين وشمال؟ عم حاول اتذكر طريق بيتي. شو نسيان طريق بيتكن يا غبي؟ عم تقلي غبي؟ شو لكان؟ شو اسمه اللي ما بيعرف طريق بيته؟ شو بدك سميك يعني؟ استنى تعال شوي، يمكن يكون بيتي من هون. تروح تلعب مباراة اليوم؟ ايه اكيد بروح. لكن خلينا نستعجل شوي. ليكني وصلت عبيتي. منيح. شوفك بكرة. ليش الولد كتير غريب؟ ارجع
رجع البطل حبيب أمه من المدرسة لحاله اليوم، أهلا وسهلا. برافو عليك يا حبيبي. كيف كان يومك حبيبي؟ حكي لي شو عملتو. نحكي بعدين يا أمي. خدي هالشنطة يعني رايح على المكتبة هلأ. شو بدك تجيب من المكتبة حبيبي؟ المعلمة طلبت كم شغلة وأنا لازم روح جيبون هلأ. بس يجي أبوك من الشغل بتروح معه يا روحي. بس يا أمي مراد هذا كمان رفيقي معي بالصف اسمه هارون. شو بدك؟ رايحين نلعب مباراة أنا والشباب، تحب تلعب معنا؟ إيه بيجي. فيني روح ألعب معهم يا أمي؟ إيه روح بسرعة. لوين رايح؟ رجع غير تيابك. شو رايح تلعب بتياب المدرسة؟ مو مشكلة بينطروك رفقاتك. يا هارون انطر شوي. حاضر. طيب خبرني حبيبي، حبيت معلمتك؟ بحكي لك بس ارجع. أكلت سندويشتك ولا رجعت معك كمان؟ لا خلصتها. لا توسخ حالك ماشي؟ حاضر أمي. يلا خلصت وجاي. ماشي. لا تتأخر، دير بالك توسخ تيابك. وين بدنا نلعب طابة؟ بالملعب هون. يلا 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 هات هات اعطيني بوس. هات هات انا بفوت جول. ها اعطيني اعطيني بوس. يلا بسرعه تعال. اعطيني اعطيني. يلا يا اخي يلا بدنا بوس. يلا اعطيني شوط شوط. يلا هات يلا سنان. يلا شوط على المرمى. اعطيني يلا اعطيني. ايه يلا ايه ايه هات هات يلا اعطيني. يلا شوطه جيبوها جيبوها. يلا ما بالك يا انا بفوت جول. يلا انا اعطيني. يلا اعطيني يلا اعطيني. بدنا نفوز. يلا يلا هات بوس. عندي اعطيني يلا اعطيني. ما قدرت انت ما بتعرف تلعب ليش اجيت معنا على الفريق؟ بس انت ما عرفت. لك يلا يلا بسرعه اعطيني. شوط منيح يا زلمه ليش هيك عم تلعب؟ اعطيني يلا عندي. هات هات يلا العب يلا شباب شباب. اعطيني اعطيني. مره الطابه مره يلا. ليش واقف؟ هات اسرع شوط منيح. اعطيني شوط شوط منيح. يلا هات يلا هات. ايوه ارفع راسك بشوطه منيح. بعد عنا يا زلمه خليها عندي عندي. يلا هات هات اعطيني بس ما قدرت. العب العب اعطيني بس يلا اعطيني. العب منيح يلا يلا هات. لا بس ثاني مره اعطيني اهلا عندي. ثاني مره ما تلعب معنا من الفريق اذا ما بتعرف تلعب. لك اعطيني يلا ها مره. يلا هات اعطيني بس. ايه اعطيني هات انا بفوت جول. هات اعطيني لك اعطيني بس. يلا هات يلا اعطيني اعطيني. يلا لك يلا اعطيني. هات هات بس مره لعندي. يلا اعطيني يلا اعطيني لعندي. جول. برافو مراد. برافو برافو عليك. برافو 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 عليك. مراد مراد مراد. نزلوني بسرعه. مين هاد؟ هذا كباكتشي. كباكتشي ما شفته وينه؟ ليك ورا الشجرة. كباكتشي انت شو عم تعمل عندك؟ انتو ليش عم تنادوا له كباكتشي؟ لانه كنيتو كباكتشي. ليه ما بيلعب معنا؟ لانه مستحيل يقدر يلعب معنا، ما بيقدر يوصل للمستوى تبعنا باللعب. ليش يعني؟ لانه هو حدا كتير غبي. احسن لك تبعد عنه. وما فهمت ليش؟ كل الصفات الوسخة بتلاقيها فيه، من الكذب وحتى السرقة. حتى السرقة؟ ايه السرقة. ركود مينا. بما انه هرب معناته عامله مره تانية. سرق مني كل شيء. وانا كمان مو تارك لي شيء. انتم سرقتوا؟ بس شو سرق لكم؟ سرق مني القرص. رح فرجيك عن شو رح اعمل فيه بس امسكه. يلا يا شباب تعالوا خلينا نروح نمسكه. طيب شو يعني قرص؟ بعدين بنفهمك. تعال معنا. ليك هون. يلا تعال بسرعة. يلا وقعت بإيدي يا وسخ. لوين بدك تهرب مني يا حرامي؟ ما رح تجي بكرة على المدرسة؟ بتشوف كيف رح دفعك تمن هالشي يا سليم. قدر يهرب.
ما قدرت أمسكه، هرب ما لحقته، كان سريع كتير. طلع أكلهم كله. يا جماعة فهموني شو يعني أرص. مفكرني مسامحك على اللي عملته؟ نتحاسب. مشان هيك أكلون. يا جماعة فهموني بقى شو يعني هذا اللي اسمه قرص. معقول أنت ما بتعرف لهلأ شو هو القرص؟ أول مرة بسمع فيه. انت عن جد ما بتعرف؟ تاخد قطعتين بسكوت بتحط بيناتهم قطعة راحة وبتكبسهم وهيك بصير عندك قرص. ها هيك بتعرفها؟ ايه أكيد، بس ما كنت بعرف إنه بسموه قرص. انت متأكد إنه سليم يلي سرقه؟ كانوا بإيده شفتهم بعدين، مو أول مرة. طيب هاي الشغلة مو غالية، ليش عم يسرقها؟ لأنه هو بطبعه حرامي، بيسرق شو ما بيطلع قدامه، لهيك اسمع مني وبعد عنه. معقول الواحد بيسرق راحة وبسكوت يا أبي؟ أنا عقلي ما استوعب هالفكرة. خلينا يا ابني ما نسميها سرقة، هاي بتكون حسد يعني. بس هو على طول بيعمل هيك مثل ما بيخبروني الشباب. مو قلت لي يا ابني انهم ما بيلعبوا معهم؟ يمكن هذا الشيء اللي خلاه يعمل هيك. يمكن تكون عيلته فقيره وما معه مصاري. مو مشكله، انا راح اسال عن القصه. لمشاهده المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.